عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن اللاعب الجزائري يوسف بلايلي والضجه اللي اثرها الكبيره جدا بسبب تصرفه في مباراه امس مع الحكمه اللي كانت موجوده ست، يعني كانت هي الحكم، وطبعا تصرف اشاد بيه كتير جدا ان هو غير لائق، وكمان مين اهل الجزائر. كمان عايز اعرف راي حضراتكم في التعليقات. اول الناس اللي لامت على التصرف ده كان اغلبهم من اهل الجزائر، لاموا على تصرف يوسف بلايلي مع الحكمه في مباراه امس. كمان عايز اعرف راي حضراتكم ضروري في التعليقات. شو حضراتكم على الف خير، يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.